مش عارف يعني كالعادة كده دايما بيكون في بعض الأخبار المستفزة جدا جدا للأسف. يعني ليه دايما لما الأهلي بيبتدي يفوق بيبقى فيه أخبار غريبة وأخبار كلها والغرض منها هو هدم استقرار الفريق؟ يعني هنتكلم لما تيجي الأخبار دي هنتكلم في تفاصيل فيها أكتر، ويجي يقولك في الآخر إيه إعلام الأهلي قوي. لو إعلام الأهلي قوي مش هنلاقي كل هذه الأخبار الكاذبة، أو اللي مش عايزين نقول كاذبة، مش عايزين يعني ممكن نقول إن هي إيه غير موفقة من اللي كتبوا هذه الطريقة غريبة جدا في الحقيقة. لكن نبتدي بالأهرام واللي بتتكلم عن الأهلي بيعيد مؤمن زكريا للتدريبات ويبحث احترافه بفنلندا، وأنا الخبر ده في الحقيقة عايز أقف عنده شوية. مؤمن زكريا خلال الفترة اللي فاتت احنا عارفين قبل ما يروح أحد السعودي وقبل وبعد كمان ما تم فسخ التعاقد مع فريق أحد، يعني كان في كلام كتير جدا على مؤمن، والبعض انتقد الجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي وكمان كابتن محمد يوسف، وكان الانتقادات عليه قوية جدا جدا بعد تصريحات للاعب نفسه للأسف قالها في بعض البرامج، تصريحات مش عارف هو قالها ليه في الحقيقة. لكن طلعت ان وجهة نظر النادي الأهلي صحيحة في عدم استمرار مؤمن زكريا حتى لو مؤقتا مع الفريق، خصوصا كانش جاهز لا بدنيا ولا فنيا لخوض المباريات مع النادي الاهلي، وده اللي فعلا اكدوا المسؤولين في فريق احد. يبقى مؤمن زكريا لاعب كبير جدا جدا جدا، وكان ليه دور قوي جدا مع النادي الاهلي في بعض الفترات الكبيره واهداف مؤثره، اللاعب هداف بصراحه ولاعب قدراته عاليه قوي مؤمن زكريا. لكن ده ما يمنعش ان هو فعلا الفتره اللي فاتت زي ما كان الجهاز الفني النادي الاهلي قرر او كان شايف ان هو مش جاهز انه يكون متواجد مع الفريق بشكل قوي، وتم تاكيد الكلام ده من قبل احد السعودي في السعوديه ان اللعيب مش هنستفاد منه لانه ما عندوش لياقه المباريات او الناحيه البدنيه عنده غير مكتمله. لكن الاهم من كل ده ان مؤمن كمان الحمد لله الحمد لله ما عندوش اي اصابه ولا كسور عضلي ولا 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 الكلام ولا ضمور عضلي ولا الكلام ده، وقادر ان شاء الله. الاهم والاهم من كل الكلام ده ان النادي الاهلي بيدعم مؤمن زكريا بشكل كبير. اللاعب النادي الاهلي طبعا فاتح له ابواب التدريبات وهيكون متواجد في التدريبات ان شاء الله مع النادي الاهلي عشان يتم تجهيزه للمرحله اللي جايه. وده على فكره يعني الكابتن محمود الخطيب بنفسه طلب هذه الجزئيه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وده على حسب الكلام اللي قالته جريده عايزين نجهز مؤمن زكريا الفتره اللي جايه. في نفس الوقت هيتم البحث العرض خارجي او عن عرض خارجي لمؤمن زكريا في احدى الدوريات اللي ممكن ما يكونش باب القيد فيها اتقفل، وفي بعض على فكره بعض الدوريات اللي باب القيد لسه مفتوحه عندهم، فبالتالي ممكن عشان اللعيب ما يقعدش فتره كبيره ما يكونش بيلعب فيروح احدى هذه الدوريات ويحاول ان هو يشارك وتكون رجله في الملعب عشان ان شاء الله لما يعود النادي الاهلي كالعاده. اعتقد الفتره اللي فاتت دي درس كبير جدا لمؤمن زكريا، وان شاء الله نتمنى له ان هو يعود بصوره اقوى مما كان عليها، لان هو لعيب اكيد ده مهم جدا، واكيد اكيد مؤمن زكريا هيكون اضافه للنادي الاهلي، بس مش هينفع طبعا دلوقتي لان هو قواعد ولوائح الاتحاد المصري لكره القدم بتمنع ان انت تأيد اي لعيب، لان خلاص انت قائمتك خلاص 30 لاعب متواجدين في القائمه، مش هينفع طبعا في الوقت ده ان انت تطلع لعيب او تدخل لعيب او الكلام ده خالص. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمؤمن زكريا خلال رحلته القادمه او خلال التدريبات اللي هتكون مع النادي الاهلي لما نشوف الامور هتستقر على ايه. لكن اكيد مؤمن لعيب كويس جدا، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا للمشاركه في المباريات سواء خارجيا لو احترف او تدريبات، ومن ثم لما يتم اضافه للنادي الاهلي بكل تاكيد. لكن الاهم برضو من الخبر ده ان النادي الاهلي طلعت وجهه نظره صح، لان البعض انتقد الجهاز الفني سواء مستر لاسارتي او كابتن محمد يوسف، في الاخر طلع من وجهه نظر الجهاز الفني صحيحه. طيب عايز اكمل الخبر معاكم اللي بيقول ان ملعب الشهداء يثير حيره الجهاز الفني. احنا عارفين ان الاهلي عنده مباراه مع فيتا كلوب، قولوا لي التاريخ يا جماعه، مباراه هتكون مهمه جدا في الجوله الخامسه من دور المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. المباراه هتكون مهمه وحاسمه لان فريق فيتا كلوب بيمر بظروف صعبه جدا وبيحتل المركز الثالث في المجموعه، ومهم جدا ان هو يفوز بهذه المباراه ان شاء الله ما يقدرش انه يفوز على النادي الاهلي. لكن الاهم من كل ده ان ملعب الشهداء اللي هو الملعب اللي بيلعب عليه دايما فريق فيتا كلوب هو احدى الملاعب الصعبه، الملعب بعدد كبير من الاهداف. يعني بالمناسبه من 3-4 ايام بالظبط كان في شغب في هذا الملعب من خلال احدى المباريات في الدوري الكونغولي ما بين فريق فيتا كلوب واحدى الفرق اللي معاه في الدوري، والشغب كان بسبب الجماهير، فبالتالي اداره الملعب طلعت بيان بعد هذه المباراه ان هم مش هيسمحوا باستضافه اي
مباراة لفيتا كلوب، أول التلفيات والخسائر اللي في الملعب إيه عشان يحاولوا يصلحوها ويشوفوا يقدروا يستضيفوا مباراة إمتى تاني. الموضوع ده ممكن يكون بشكل أو بآخر أربك حسابات الجهاز الفني، لأن الملعب بتاع فيتا كلوب ملعب ترتان، مش عارفين الملعب التاني اللي هيتم الاستقرار على اللعب عليه هيكون طبيعة الأرضية بتاعته إيه. لكن الأهم إن شاء الله إن الفترة اللي جاية النادي الأهلي أكيد من خلال تواصل كابتن سيد عبد الحفيظ كإدارية في الكونغو بيبحثوا هذا الموضوع، يعرفوا النادي الأهلي هيلعب على أنهي ملعب عشان يتم الاستعداد بالشكل الأمثل لهذه المباراة، ويقدر النادي الأهلي إن شاء الله يتخطى هذه العقبة الصعبة جداً.